انت دخلت جوه قوي يا عز، انا ابتديت اخاف. ما تخافيش يا حبيبتي، على فكره انا في حاجه كنت مخبيها عليك. ايه هي؟ انا بشتغل ضابط المخابرات الاسرائيليه، واسمي الحقيقي دانيال. ماشي يا سيدي. سلام يا سيدي دانيال. في ايه يا عزت؟ وقفت ليه؟ مأذنين هيكريم عدكان حدشوت في عخشاف عيم أحوري هكوترو 29 شنيم هال حتيمات هسكيمي هشالوم بين متسرايم لإسرائيل لفي دفوحي معاريخة هبتحون بعصور هأحورون نتبسو 25 رشتوت رجول إسرائيليوت بمتسرايم كموخين هجيع مزبار هميرجليم شجيس هموساد بحماش 20 هشانيم هأحرونوت ل64 ميرجليم لخين أنحنو شؤاليم האם יסתיים המאבק הערבי-ישראלי או יתמשיך לנצח? גברותיי ורבותיי, עד כאן היום היה אתכם באולבן מוסטפה עבד אל-רחמן, שלום, מכל קהיר. איופן. תחתום. في معلومات ان ليفي والمجموعه اللي معاه هيسيبوا البلد النهارده، علشان كده جات لنا تعليمات اننا لازم نتحرك بسرعه. الخطه اتحطت، قوه الاقتحام محاصره البيت دلوقتي. انت طبعا هتخش معاهم، بس لازم نتاكد ان ليفي يخرج سليم، فاهم؟ دي مسؤوليتك يا مصطفى. سلم نفسك يا ليفي، المكان كله محافظ. يا
سلم نفسك، مفيش فايدة. كان نفسي، بس للأسف عايزينك حي. اطلع بدل ما غير رأي. اطلع اطلع اطلع. الو، ما شنو هالاشياء؟ هي عدايم بهلم، هي لو أخلت ولو شو تاكلون كل هزمان، هي مستقرت بحضارها القديم. انت حياب لشلوت عليها، عخشاف هي بسجود، هي تعسيقتها كل كده ليش تحرير منه سريق لهفير. لا ام هي تعسيق بعيود تشلم بيوكر في هيو هشتخون لو تفوت. هل تتأجي الشيء؟ انا احنا بقول افني كشلوشا يمين زعنيان شل زمان. اني يدي عم تصريخ لعصوت. سمعت انيرز، انا وافقت انك تجيبها، بس ما بسمح لك ابدا انك تضرني وتضر البلد، مفهوم؟ من فضلك يوشا، لدعتي אתה לא שופט אותו בצורה אובייקטיבית. כי הוא ספרדי ואתה ספרדי, אתה לא שופט אותו בצורה נכונה. איך את מעיזה? מה סמעתיני שואלת לו? אני אصلا ما وصلت للمكان هاد الا بسبب اخلاصي لاسرائيل. סליחה, אני מצטער. אנחנו מדברים באמת על מספרים שנעים בין 70,000 ל-200,000 עקורים. אנחנו מדברים על היקף שיקום של בין שרה يوسف بخيتي سارة يوسف يوسف يا ولد سارة ولادي فين؟ والدتهم فين؟ صباح النور يا حبيبتي. رد عليا والدتهم فين؟ ما تقلقيش قوي كده، هم ولادي برضو. طب هاتهم لي. لما احس انك هديتي ممكن اتفاهم معاك. تتفاهم معايا على ايه؟ على ايه بس؟ اللي بتعمليه ده مش هيساعدك ومش هيوصلك لأي حاجة. واللي انت بتعمله ده هيوصلك ليه؟ مش عايزة تاكلي؟ مش جعانة؟ مش عايزة ادفع حاجة. اضربها يعني. انا عارف ان اللي حصل ده كان صعب، بس احنا لازم نعديه ونكمل حياتنا بشكل طبيعي. طبيعي؟ اللي بينا عمره ما هينفع يبقى طبيعي. انت اتجننت ولا ايه؟ انا مش مجنون، انا جوزك وانت مراتي ام ولادي، وده عمره ما هيتغير. انا ما اعرفكش، ولادي دول ولاد راجل تاني. الراجل ده بقى ممكن يكون اختفى، مات، او يمكن ما كانش موجود اصلا. وانا هعرف اكمل حياتي، مش هكون اول ولا اخر واحده تخسر جوزها. بس اديني عيالي ورجعني مصر وانساني، وانا عمري ما هجيب سيرتك ولا اقول لهم حاجه وحشه عنك. والله العظيم عمري ما هقول لهم حاجه وحشه عنك. لا يا سلوى، لا يا حبيبتي، دي بلدي وهنعيش فيها مع بعض. انا ما بقولش ان عايزك دلوقتي حالا تتقبلي ده وتتعاملي معاه بشكل طبيعي، لا، لازم تأهلي نفسك لكده. يعني مش هتصحي من النوم تلاقي نفسك بتحلمي، لا، دي حقيقة. بص بالشباك يا سلوى، شوفي البلد هنا عاملة ازاي. بلد راقية ومتقدمة وناس نظيفة، يعني لا في زحمة ولا تلوث. اعتبرينا ستي هاجرنا لبلد أوروبية أو سافرنا إعارة. إحنا مش كنا بنفكر نعمل كده؟ أنت عارف أنت إيه؟ أنت خاين جاسوس. خاين؟ أنا بطل وطني، خدمت بلدي إسرائيل وليا الشرف، وبكرة ولادي لما هيكبروا هنا في بلدهم هيعتبروني قدوة ومثل أعلى. تعالى هنا هات لي ولادي يا إما هقتلك دلوقتي. اهدي يا حبيبي. سيبني يا ابن الكلب. أنت فاكرة نفسك إيه؟ ها؟ فاكرة مش حاضر عليكي؟ أنا ممكن أقتلك في ثانية. أعمل كده، أعمل كده وخلصني. لا، أنت هتعيشي معايا أنت وأولادك وغصب عنك، ولو مش عاجبك هشحنك لوحدك على مصر، بس ساعتها لو وقفتي على شعر راسك مش هخليكي تشم ريحة ولادك. اتفضلي، اتفضلي. عايزة تخرجي اخرجي لوحدك. ألف سلامة، الباب يفوت جمل زي ما بتقولوا.
صباح الخير. ايه يا جماعه في ايه؟ استهدوا بالله كده واغزوا الشيطان، صوتكم جايب لغايه اخر الشارع، الناس يقولوا علينا ايه؟ بالراحه عليه. وانتي اكيد زعلتي. انا اسفه، انا ما اقصدش ان اتدخل ما بينكم، يعني انا ما عرفتكيش بنفسي. انا رشيل جارتكم في الشقه هنا اللي جنبكم. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي تعالي، غيري هدومك واغسلي وشك، ما تخافيش ولادك عندي. ما تستغربيش ان انا بتكلم مصري كويس، انا اصلا يهوديه مصريه بس عشت هنا وتربيت هنا. انا مبسوطه قوي ان احنا هنبقى جيران. ولادي فين؟ جوه يا حبيبتي. تعالي تعالي تعالي، ما تخافيش، ده بنحاس جوزي اتصف حرب لبنان، يقطع الحرب وسننها، بس هنا بقى بيدوله مرتب كبير قوي. الحمد لله ان احنا مش في دوله تانية، كان اللي زي ده اتبهدل. تعالي 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 يا اولاد. ساره، يوسف، ماما ماما ماما، عايزه ورقه قلم عشان ارسم. تعالي افرجك على المنطقه، وبالمره نشتري لها اللي هي عايزاه. بص يا ستي، المنطقة اللي احنا ساكنين فيها دي اسمها حي باتيان. كل اللي ساكنين هنا محاسبين، ضباط جيش، مهندسين. أهم ميزة في المنطقة هنا إنها قريبة قوي من البحر. لما يجي الصيف بقى هاخدك وهنتبسط ونبلبل، هتتبسطي موت. أنا ملاحظة إن البنت بتكح. هي عندها حساسية؟ بس الشوكولاتة ما بتتعبنيش. ربنا يخليهم لك. على فكرة لسه أقول لك، ما تقلقيش من موضوع المدارس. على اخر شارعنا من الناحيه دي في مدرسه وحلوه قوي، صحاب المدرسه يبقوا صحاب، وكل صحباتي مودين ولادهم فيها، نبقى نقدم لهم هناك. هتتبسطي قوي هنا. خدوتين صوله في اخرتنا. اوكي، اني ازوز يا سيدي. لازم يدوخونا كده ويخلونا نقعد نلف حوالين نفسنا، ولازم نركن في الجراج. بس معلش هم معذورين، الشهر اللي فات في واحد جاب العربيه بتاعته وركنها كده، والشنطه مليانه متفجرات، كان عايز يخش بيها السوبر ماركت ويفجره. انا مش عارفه ايه اللي بلوم تحدف علينا دي، عايشين في امان الله وبلاوه ما تخبط في وشنا. معلش يا حبيبتي، انزلي انت والواد، انا حاسه مش تاخر عليك. إن شاء الله هنروح. The Egypt Embassy please. The Egypt Embassy. Where? בואי נתראה. מה את רוצה? בוא תראה מה הגברת רוצה. אני לא יודעת מה היא רוצה. מה את רוצה גברת? לא טיפש, היא לא מדברת עברית. היו לי מלא חבר'ה ש... פשוט לא היה מספיק זמן. חייבים להמשיך ככה. מעלה שירי יוספים ששוויה. بتتكلم عربي صح؟ ايوه. انا مصريه وعايزه ارجع مصر، ممكن تساعدني؟ الله يسهلك. لا انا مش عايزه فلوس، بس انا عايزاك تقولي اروح السفاره المصريه ازاي. ما بعرف. طب استنى بس، انا ما اعرفش حد هنا خالص، انت الوحيد اللي لقيته بيتكلم عربي. جوزي خطفني وجايبني هنا غصب عني، وطلع ضابط اسرائيلي بيشتغل في الموساد، اسمه حتى دانيال. الله يسهلك الله يسهلك. طب بلاش توديني، قولي روح ازاي. بعدي لو سمعت. تستنى هتيجي معانا ولا اخد الاولاد وامشي؟ صدق الله العظيم.
هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. أنا مش قادر. قال لي أنا عايز آكل سمين، خدته ضربنا سمين عند الضهر. شوية وقال لي نفسي في رز بلبن، خدته ضربنا رز بلبن. شوية وقال لي عايز أكل فلوكة في النيل. أتاريه كان بيودع مصر كلها وأنا مش واخد بالي. وقف على الفلوكة وأخد انبساط. وفجأة هوب. هوب إيه؟ مات، مات يعني هوب إيه؟ ما أنت واقف في العزا بتاعه. شد حيلك. هوب إيه؟ شد على الله يا سمان، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكايه بقت سخيفه قوي، مش درجه سمان بقى. معلش معلش. ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد وقفنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن، وديته كان رز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكه في النيل، اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سمان، خش يا سمان بقى. اهلا وايز، ربنا يخليك يا وايز، ده شرف كبير قوي لينا يا وايز. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل افرد نفسي من الشغل. مؤاخذه مولانا سوء، معلش انا اسف انا اسف يا جماعه. المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى، عودي مكان، عودي مكان دقيقه واحده بس. شكه قوي نانا، انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تاكدي ان دي اقطع حاجه هتسعده في توبته. قلت يا ابني اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكوا، اصل دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى عيني. هتشاي يا علي. يلا موان على مهلك. جميلة يا اهلا وسهلا يا مشوار، نورت الورشه غاليه. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجه، سليم ما شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هتشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام نادي يا ابراهيم. انت بتعمل، انت بقى اسود يا هاي اسود. ما تيجي تبص تعال نطلع البلد ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فهمتك يا موان؟ لعلمك مش حلو يعني بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا، شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا. اه مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وقت الضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا؟ لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجه. عشان انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقه ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ انا اقول لك احنا فين من كده ولا ايه؟ اقف فيك يا ابني. لا 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 لا، وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر مين اسمها ايه؟ منار، منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العرب كلها الا منار اختك كريمه. شرف يا نهار اسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في سوبر ماركت، وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد منى موصله المعلومه دي حضرتك يعني.
وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها؟ ما ان شاء الله باين بيه. ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. اه يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنع؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته الدين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ اه طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخلص يو. هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا فاكر انت مسكني مين بترجعني ولا ايه؟ لا يا اخلص يو. انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام. وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي. لا ثاني ما انا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع. ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات ياه. الله يرحمه يحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني؟ ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزا؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزا يا استاذ ابراهيم. طب يبقى خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم. هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه يا لا بيقول محسسني بس بقى مروان. بس يا مروان اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خالص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر. بس نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. يلا. طب نكمل الفاتحة. يلا. يلا عارفين يا يلا. هعمل معاك الصح. صحيح. يا اختي يا حبيبي. يلا. يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ انا فاكرك هتعمل فيني حاجة. يا مناشوة. مناشوة مين يا ابراهيم؟ يا مناشوة. يا ابراهيم بيه مناشوة. بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. يا جدع انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صار. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي. الشقه طويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرضاني. كل عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمسش في وشي. احسد مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افهم. معايا موزه وعايز مكنه. اوعى باين. اوعى باين لو سمحت. حد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش بتصدقني اه؟ انا مصدقك ابين. انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر ابين. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك سمعتي. حاضر ابين. اتفقنا؟ اقوم يا ابين اقفل دي بس. صباح! يا صباح! صح عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش ده بيت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه اصلي مدورها ومطرياها. اوضه النوم جوه في سرير بمله اخيرا حمدت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروف معلش يا ابراهيم المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك بقى بيت ضعاعه. ايه يا رؤوف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قوم يا بت رش كتتك بشويه ميه. طريها
بعشقك يا موزة. دار يا دار يا دار. ما تتعخدش يا أخو بايب. فريق وحدك بتشتغل إيه؟ يا دار قولي لي يا دار راحهم فين حبايب الدار فين 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 في ايه حبيبتي اشتغلي ايه صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم ازاي تتجوز الاشكال دي على فينك راح انت طالع ميت يا جدع بيتك فين عند استاذ رؤوف وما قالكش لا ما قاليش اقول لك انا بقى انا شيء رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامة هتلاقيني رايح جاي معايا ضيوف معايا ناس حكيت معايا هديك 100 قلم لو على ايه انا اذنك اهو جيسة بقى بومبا استنى تشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رأيك؟ في ايه؟ مش فاهم حاجة بايف ايه؟ مش مشكلة خد ساعة البيرة دي لا انا بحب اشربها سخنة عشان بتفكرني بالشربة بعشق دماغك حول ولا قوة الا بالله ربنا لولا انها اموات ولا كنت طلبت له البوليس دلوقتي خش يا مياده خش خد راحتك على الاخر بس بيتي ايه ده هو مسا مسا رؤوف مسا النور يا سيدي يا جدع انت لغين عيش معايا اللحظه اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم مسا مسا رؤوف مسا مسا يا ابراهيم مسا مسا ايوه كده قول لي مبروك الف مبروك على ايه اتجوزت امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه مش كانت واضحة؟ مسا مسا رؤوف مسا مسا بهيم انت عايز خد البيرة دي ساقعة اعمل معاها الصح الله يخرب بيت مناه واليوم اللي شفت فيه مناه بدون ايه؟ مسا مسا بهيم مسا مسا رؤوف مسا مسا رؤوف تعالى يا هم خد يا حبيبتي اعتبر البيت بيتك خد راحتك على الاخر مسا مسا رؤوف مسا مسا بهيم قول لي مبروك ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف مسا مسا يا أبي هات سقع على كبير هات سقع على كبير الله يخرب بيت رؤوف وبيت في يوم بتبطل تقول يا لا بقول مسا مسا يا أبي مسا مسا مدام كان قدامك فرصة إنك تعيشي في مكان كويس مع راجل بطل ألف واحد تتمناه بس أقول إيه بقى؟ يلا عرب وش فقر كحي يا حبيبتي كحي ياكش تموتي انت وأخوك ونخلص منكم ايوه دانيال ايه الاخبار كله تمام ما تقلقش القوات في الطريق ليكي احنا مستنيينك يلا بسرعه حاسب سبقيني على الجراج لو ما جيتلكيش في خلال دقيقتين الرابع كيلو 48 في مصنع مهجور هناك فهم هياخدوكي بالليل
العربية. المرفوع المرفوع يا تشوف بيكاس ما تونا انا غسل ليوت لفات شان كاب بسرعه خيفت له يوم مسجد ان كل حقواخ وفي كل شيء ايتو خيفين له الالم لا يا شيخ لا دول مراتي واولادي مش عدو هدول اعداء ومالهم يهود وكلهم قواني كلهم صريخين له الالم في بلي اكفوت يا شيخ اقعدي في الدواسة دي الاولاد حسبوا يا اولاد يلا يلا افتكرتش افتكرتش لسه صريخين بس تنزل بسرعة هتكمل تروح فين بس ده آخر الكوبري قلت لك انزل بسرعة حاضر حاضر تعالوا يلا يلا حاجة واللي احنا فيه ده حاجة تانية يا سيد تعالي نشوف عربية نفتحها نفتحهم كده ازاي هعلمك لما نرجع بلدنا يرشي يرشي خلاص يا يرشي العربية اتقلبت من فوق الكوبري وماتوا كلهم
سيتي لخا غيبي توفوت اخشاف توخا المصنع ده مهجور بقاله فترة طويلة جدا أأمل مكان استخبى فيه لحد بالليل تعالوا سلامتك يا سارة سلامتك يا حبيبي اصلا لازم تاخد الدواء بتاعها وانا نسيت اجيبه طب انا هروح ادور على اقرب اجزخانة واجيلكم طب نيجي معاك لا هنا امان بالنسبة لكم ولو جرالي حاجة هبقى ضامن انتوا ترجعوا مصر المسدس اللي معاك معقول؟ معقول ان هي هتخلص بسرعه قوي كده؟ ومش هتلحق تشوفها كمان Thank you.
صحه امك. حاسس ان حياتك قربت. ها خد صلاه وروح وسيب العيال وانا هسيبك. انا هاخد صلاه والعيال مش هسيبك. اخس عليك يا بابلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا ببان ايه؟ انت لو قفلت المحافظة احنا ندخل من اي حته. عرفت اقول كده؟ على العموم انت منورة. ربنا يخليك يا بابلو. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شوية ولا هفضل منورة كده؟ طبعا لا اتفضلي. الله يخليك الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. سباب بقى، ما احنا كنا سباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال وقلت لهم انزلوا تعشى. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل اول مرة اروح لراجل عازب في بيته، وانت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس؟ فانا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، انا هغير هدومي ثانية واحدة واجي الحبس. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. السلام السلام السلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. وانت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام في ايه بس؟ طب ما تيجي نصرف التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وادفني، يلا حط صباره كده وخلصني. انا ده فن وحش؟ ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي. الله، انت مش عاجبك ليه؟ لا خالص.
طيب انا تحت امرك اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت امر. فيسكوز ده؟ اه في مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغل لنا حاجه كده لو وقت. عينيا الاثنين. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. او احب البنت الحلوه اللي هي بتقدر عاقل في الاغاني دي. فرفشتني يا ببلاو. يا سلام عايشتني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببلاو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود ملعون. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ اه كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغل. ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ انا بكلمك. يا نهار اسود حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلم مين؟ انتوا مالكم؟ سيبوه هو. ايوه مالكم؟ تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحده جديده وادي دي تيمور ابني. لا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام اروح ده ايه؟ انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاكي شويه. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان بحر بقى. طبعا. الله الله ليه كده؟ ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى ضيف. ايه كده؟ الله الله ايه كده؟ امشي بنفسك كمان. لا ما ترى لا لا مش خفيف يا عيا. طيب فرحان. الله 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 كنت برويلي كمان. ايش عندك ايه ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل اوعى تحرم عليك تل تاكل نزله شعبيه. بس بقى كفايه الراجل هيجمد. كفايه الراجل هيكمل. اوكي اوكي بلاوي امشي من هنا في بجندك. يا الله امشي امشي. ده ايه ده؟ انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله كنت سنك. اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس؟ تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زي بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقولك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطه براحتك. سلامه. ما براحتي يا حبيبي. باي باي. في داهيه. انت بفضلتك الغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جه من تعالي عاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجه فينا يا طالمره. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا ادري.
يا فجر يا غليل الحياه صديقي انني اسم من وراءه رايحة الحب نحوك وانا الذي يحبك وانت مالك انا لما تيجي شكلك ولا وشك تقتله هاي المراه انا الذي ساقف له الاحد ستقفين له أيوه. يا ساعه كم من وقت مش عارفه بس ساقف له اذا في عنا هيا بنا هيا يا المراه نقتلك تعال ايها المراه غلبان يلا يا ابو ادم معفن يلا يا ابو ادم والله وقعت يا خلانوسة مبوط عليها انت اللي اذيتي نفسك للحكومه انت اللي اذيتي واحد اوعي تنسي نوسة يا مصر يا مصر اوعي تنسي نوسة مستنيك فارغ الصبر ايه ده وانت سامعه عني طبعا طب بصي اعمل لي كل اللي انت عايزاه بس والنبي وديني الحمام طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه في حمام قريب يعني اه بس روحي طيب طيب يا حبايب هو سيبني ده قبل ما بولع مبولع حمام اه طبعا فيه وديني انت اسمك ايه اسمي ناديه ودلعوني يقولوا لي يا نقه في البيت طب والنبي يا نقه دخلي الحمام عارفه يا خالتي كنت جايه لك بس الحكومه سبقتك دخلي الحمام يا نقه وانا عمري ما اخش الحمام الهي ربنا يسترك تفكي حوالين فكينا يا نيتا انت الاول بدل ما افكها على الارض طيب اخر الدور ايه انا يا خالتي يا خالتي يا خالتي يا خالتي بحب عمري وعشق الحبات اوعى كل فكراني لوحدي الواد زمايكا كان محسور قوي لا يبتليكوا بنصيبة وانا اقول النسوان بتخلص من البلد اتاريكم مصرفين هنا قتلكم اللي هتربيكم ست واصلة ومخاوية يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي انت هتخوفيهم مني ليه هم 19 بس ده انت ستك واصلة لحد هنا يا خالتي في الباب صل على الله اهلا 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 ازيكم يا نسوان يا رمة شكلكم متمرمغين في الفراش اكل العيش مر يا خالتي اكل العيش وانت بنت شبكه ولا سناره سناره يا خالتي سناره عشان املك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله وانت بان هاي بكت يا معفنه وانت منوعات كله على كله يعني اه الله يخرب بيكم فتحتونا في شارع جامع الدول العربيه ما بنزلوش ده شارع الهواء قال يا كدابه طب انا هغلب نفسي ليه كده متر وعشرين سنتي كده راحوا لعشرين سنتي طب اوديهم فين معايا 19 عفريت لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم بصوا كل واحد بقى نمكن باخوش على بعضيكم لحد ما اشوف لكم حته واسعه اه استنوا ولا اقول لكم يلا مرة شويه من هنا يلا من هنا سيبنا هنا ما فيش هنا تاني يلا يلا اتحركي اتحركي يلا المكان مكاننا وسيبني سيبنا براحتكم مكاننا مكاننا ايه يا ابني اللي انت بتعملي ده في الناس ما تخافيش انا ما خافش
يا دلعات يلا لم عفريتك وقعد على جنب. الله طب هم جابوا سيرتي بتجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يمال ملك. الشوايه اللي بتعملهم دول ما يخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ اه شوايه؟ يا اولاد انتوا ويا كل واحد على سريرها يلا ناموا. اللي اتفقنا عليه بيحصل. ندى احنا كده هنتاخر على الحفله الثانيه. طب يا علا اعمل ايه؟ ما انت شايفه مامي. ندى اتفضلوا اتفضلوا. Well, why do we even have to be here? It's not my fault. Listen, I have to go see my mom, okay? مش عارف عمال اطلبها ما بتردش. ايه يا اولاد؟ هنبتدي ايه؟ يلا يا جماعه علشان الناس ابتدت تزهق. والنبي يا جماعه استنوا شويه استنوا شويه. حاضر يا سيدي. هزروا هزروا ماشي. ندى حبيبتي كبرتي على الحاجات شايف؟ مامي ممكن بس استأذن just an hour؟ لا. طب half an hour؟ لا. طب الساعة كام؟ بس في حاجة؟ لا مفيش. لا حبيبي اتفضل خد كل ايه؟ كل صحتك. صحتك. مبروك. الله يبارك فيك. لو كنت عارف انت فين كنت جيت جبتك. المكان حلو قوي. عشان انت فيه. انا هسلم عليكم كلكم وامشي على طول. ومستعجله ليه؟ احنا بقالنا كتير مستنيين. معلش اصل علا معايا ولازم تمشي. كنت متاكد انك هتيجي. اشمعنى؟ علشان تباركي النهر. بس يعني 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 فين الرخصة بتاعت المكان؟ أنا عندي بلاغ إن أنتم مخالفين، لو سمحت أنا عايز الرخصة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً. إيه يا جماعة؟ إيه؟
مش سالتكم معاكم تصاريح ولا لا؟ قلتوا معانا؟ ما احنا كل مره بنفرش بره محدش بيقول لنا اي حاجه، اشمعنى المره دي؟ امين الشرطه جوه قال ان المحضر ده كايدي. خلاص يا اخوانا، يبقى لازم نعمل تصريح علشان نبقى في الامان. هتاخد وقت، انا عارف روتين كويس، ولان احنا لسه اول يوم. يبقى دي مقصوره يا فندم. دخلت البوليس عليهم كل شويه هتزهقهم يا فندم، وان دي عيال مش حمل بهدله. يعني لو كل يوم عملنا لهم مشكله زي دي اسبوع بالكتير هيسيبوا المكان. بس كتر بقى من الحاجات دي. يمكن اللي منشف دماغ البنت صاحبة الأرض الشلة اللي حواليها، بس يعني دي مسألة وقت. لو الطريقة بتاعتنا ما نفعتش هنشوف طريقة غيرها. وقت ايه؟ انت فاكر ان انا لسه عندي وقت؟ وكمان دفعوا غرامة في الاسم عشان الكراسي دي؟ خالد اتكلم. ازيك يا نهى؟ اتفضل. لا معلش، اصل عندي شغل كتير قوي في الاتيليه. المهم انا جبت لكم تصريح مؤقت عشان تعرفوا تشتغلوا من غير ما حد يضايقكم. احنا مش عارفين نشكرك ازاي. لا لا مفيش حاجه، هتلاقي التصريح باسم نوها على فكره، وابقى سلمي على الجماعه. يوش هنشوفك بكره. يا اوكي شور. في حاله جوايا مش عارف اوصفها. حاول. مبسوط بس متضايق شويه، او فرحان. لا فرحان، بس عايز اعيط. سنه انا سخن ولا ايه؟ بعينها غمزت. انت مش سامعني اساسا. بالعكس انا مركز معاك قوي، بسمع بود وبشتغل بالتانية. اشمعنى انا مش عارف اصطاد ولا سمكه؟ يعني السمكه بتحب المسايسه، لما تشبك سايسها. فهمني. فاهمك. التصريح المؤقت ده هينفعكم كتير، وعاد الايجار القديم ده مهم جدا. طيب الحمد لله. طب وايه المطلوب مننا ساعتك؟ يعني هتطلع لجنه تعاين، وبعد كده يجي قرار اللجنه. طب والقرار ده هياخد وقت كتير؟ هو عملت باخد وقت كتير، بس انا اروح معاهم عشان يخلص بسرعه. طب بقول ساعتك ايه؟ بما اننا جيل واحد يعني يا ريت نختصر في الاجراءات، ويا ريت يا ريت نمشي. اسمع ايه ده؟ جماعه دي ولا ايه؟ ايه ده؟ انتوا تقربوا لندى هانم؟ لا ما تتخضش، واحنا ما نقرب لهاش يعني، واحنا مجرد صحاب. ده في توصيه جامده جدا، والموضوع هيخلص النهارده، يعني هيخلص النهارده. طب بقول لك ايه؟ يلا بينا نمشي قبل ما نتعدي عشان انا قربت اخد الدور. هو لازم يتضرب عشان يتعلم؟ لا خالص، انا مش بضرب اهو، انا بس بسمع الصوت. تعال انت فاهم الخيل غلط. الحصان ده كان حساس جدا ووفي ورقيق وعنده كرامه، مش كده يا لالا؟ ها هو بس محتاج شويه تشجيع وطبطبه، ولو عرفت تصاحبيه يعني ملكتيه طول عمرك. أنا المرة الوحيدة اللي ركبت فيها خيل كنت وأنا صغيرة، وقعت كسرت رجلي. أكيد عملتي حاجة غلط. تعالي. لا ما عملتش. تعالي تعالي خيل، هاتي إيدك، هديكي الجزرة عشان تأكليه، مش هيتعود عليكي. إيه ده؟ لا نو واي، مش هقدر، مش هعرف أكله، مش هعرف أكله. مفيش خالص. سندباد هوب هوب هوب.
اقول لك سر؟ قول. اول مره شفتك فيها حسيت اني اشوفك تاني، بس امتى وازاي ويعني كده ما اعرفش. مره شفتك فيها يوم غريب جدا. اولا انت كنت بتغلس عليا. لا 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 لا. Yes you were. No. Yes. اوكي. ثانيا هعمل حادثه فظيعه. حادثه؟ يا ساتر يا رب الحادث. لا هي بجد كانت حلوه قوي الصدفه بتاعت المطار. ليه بنسميها صدفه؟ I believe so much in destiny. قدر؟ ايوه. هي لما شفتك اول مره كانت عادي، تاني مره كانت عادي يعني برضو بس كده، تالت مره destiny. destiny. Yes. قدر. في حاجه في احساس كده. في مجنونة. شانة حبيبي ادخل سلم على العريس. زيما نو الفرح. سلم على العريس. قوم يا عم. هتقوم يا جرح كده تسلم عليا. قوم يا عم. او ايوه انا قومتش. اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دنور يا دنور. ايه يا رياسه المسيئه البيئه دي؟ اللي جدتك مش شغاله لنا ده بتعاقبني. انا عارف انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي استنوا بس لحظه. بتبيب الف بركه تتة والنبي تتة شغلنا الاسطوره دي عشان اتحظنا والرجاله شويه عشان فرح اخت. ايه ده اشرف؟ ايه ده تملي؟ اسمع روح اقعد على الكرسي بتاعك وياك اسمع نفس فاهم. يلا ما تسمعش. نورت الدنيا نورت الدنيا. مودك قبل عندي حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع؟ انت بتشوفش المقابله اللي قلتها جوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقول لك ايه؟ ايه عايز اسالك سؤال كده. ايه يا حبيبي انت ايه الاخبار بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك مبروك على ايه بلا خيبه؟ دي حاجه كده هتفرفشك. مفيش نزية هتزود عندك جرعة الرومانسية. رومانسية ايه يا راجل؟ بحب ماطي يا راجل باش تفاهة. ايه ده ايه ده؟ انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي جملت وجمل تكسب محبة الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فاندام. فان ايه؟ فاندام. ولا اخي بيتك انت مواهك لسه يا موان. انت مواهك بس شعرك وهيافتك في الكلام. لا لا انا عندي 40 سنة يا موان يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرفها جامد. بس موسيقى رائعه تشني في الاذان مش كده؟ الاقي عند سعادتك كوبي احتفظ بيه. طفش الجو شويه. حاضر حاضر روح. نوع عبوسه. تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوع يا جماعه تشتمني فاحي فاحي. مش ملاحظه يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبه للجو العام؟ احنا في المانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيدة. بس احنا في مصر في القاهرة. اخرس نوعية يا جماعة. وبعدين دي سيمفونية قداس الموت حاجة شيك. قداس الموت صفاحي يا تيتا من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العملة السودة اللي انت عملتها. وابطنا افركشه دلوقتي يا تيتا. اقطع البدلة دي وافركشه. يمشي من قدامي روح كشتك. يلا غور. ده فرحي ده فرحي يا ساتر يا رب. نوعية يا جماعة. مبروك يا رفا. حبيبي بتموت فيك يا منى. كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حته تانية. انت غير يا جدع انت. ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي كله سباب. طب غني يا ما بلاش يا ايمن وليه شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع؟ ده فرح اختي. غني يا اطمه. طب اعملها معاك خلاص. انا مغني.
يا ناس قتيل الغرام مجروح وسل دم ويا حزن قالوا عليا طول عياط امه كان قبل الغرام وردة ونشمه العشق خلاه دبل واصفر يا عيني انت يا حن الحبيب ويبوس ويضمه يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا انت الزمان اللي بيحييني انت اللي بيروحني بس يا غجر ايه السفالة وقلة الادب دي رايا تتا هقول لك ايه ما انت جاهل يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي عيب وكمان حرام يا حاج احنا حرار وبعدين دول زمايلي جايين يتحوني ونعطوني جاك نقطة البيت ده بيت محترم لموا السلاح ده كله وإلا قسماً عظماً هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز السلاح بدون ترخيص سلاح ايه بس يا تيتا ده خل السنان صح تيتا ابوهي ما بيكذبش طبعا اللي حددتك خلة كفاية بقى يا تيتا اخرس انت وليه السلاح يا زميلي ده يا ابايم انتوا جايين تنزبونا ولا جايين تشوحونا يا جدع انت جايين نصيطك في منطقتك جايين نجامل العروسة ليه يا أختي عاملين رجالة وما بتخافوش طيب رعد جوبل انجروا على قضيتكو يلا صباح خير تيتا مسيعة حفل الضيفة دي كان فرح جميل الحمد لله مبوك عاوز صباح خير تيتا امشي حاضر تيتا كيف مالك لا مفيش حاجة منوع وفاحة وفاحة بقى بس وش منوع يعني مسكة ايد دي بالنسبة لي قد ايه حياة ربنا يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحدة ست كده يعني عارفة بقى مسكت ايد امي اللي ماتت وصغاية وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات الف مبلوكة الف ما مش عارفة متلخبة بصراحة حياة ربنا انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك اوعى يا منوع انت في ايد امينة ها رؤوف افتح لي السوستة ايه حاضر منو ده ايه انت بس فك السوسته ليه منو دلوقتي يلا اخلص حاضر منو حاضر بس بصراحه ماشي يعني انا كنت عامل حساب موضوع السوسته ده في اخر خالص انت معلش معلش هيحصل ايه يا منو هو بس هو مش قصدي يا رؤوف شككني يا منو الضربه دي انت وجعتيني قلبي بجد منو ايه ده معلش معايا في التوتر هي الليله كلها توتر بس هتفك بامر الله بقى ما كده هجيلك عشان فتح السوسته ده ليه قصور ها ماشي نوت بيتك يا منو نوت بيتك ايه ده يا هو اسود يا ليلى زي الزفت يا ليلى زي الزفت يا حيوان تعال هنا قدامي تعال هنا يا متخلف ادخل اترزع هنا حاضر تيتا ستوب ستوب طلع اللي معاك ايه حضرتك طلع اللي معاك غيره هات حاضر تيتا كمان وربنا ما معايا تاني وربنا ما فيه هم دول بس وربنا ما معايا ايه الادويه دي كلها انت عيان ولا حاجه لا تيتا مش مسألة عيان يعني بس حضرتك دي وسائل مساعدة للفترات الحرجة يعني مين اللي ادهالك؟ موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرح ده هو ووك بكرة أنا هسألك شوية أسئلة وعايزك تجاوبني بكل صراحة فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على أسئلة دلوقتي؟ أيوة ومنار مستناني جوه تيتا تتفلق منار أوكي واضح ان مالكش اي تجارب قبل الجواز يا تيتا تجارب ايه يا تيتا يعني اعتقد انه عيب يا تيتا واحنا عايشين في كافونيا لا طبعا ما عنديش تجارب ما عنديش ايه حوار ده يا تيتا طب سالت دكتور متخصص في ليله الزفاف اه اسود انا روح لدكتور واكلمه في الكلام ده يا تيتا ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا ما الملسوعه عايز تخش لها ليه ما هعمل ايه طب يا تيتا ما حضرتك يعني دي ليه دخله لازم ادخل لها يا تيتا يعني وبعدين خليها على الله
بعدين في حاجه حضرتك ناسيها، اكيد ماما مش حمار. لا اتضح انك انت اللي حمار. الادويه دي كلها ممكن تنفعك الليله، لكن على المدى الطويل هتجيب داخل. يا تيتا مدى طويل ايه تيتا؟ وانا داخل كاس ام افريقيه؟ يعني احييني النهارده وموتني بكره والنبي تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي. الثقافه اللي من النوع ده مهمه جدا للشباب، وانا بقى جايبه لك كتاب لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لاي دواء. يعني تيتا حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا؟ دلوقتي ومنور اللي متلقحه جوه دي. انت تخرس خالص، اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب أن تتبع القواعد الآتية. القاعدة الأولى إزالة الرهبة. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنعه؟ الله يخرب بيت. طب أعمل إيه؟ ما لازم أسأل أستفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر. يعمل فوق. حاضر يا تيتا. اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى، انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها، وبص حتى اللفظ قواعد، في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا، احنا بنبني عمارة، بنبني خلصانة، ده كتير قوي. حضرتك مسكاني مسجون بقالي فترة، ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عن نفسي؟ لا سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقولش يا تيتا. انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص 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 بطل عياد. خد ده ذاكره كويس قوي. شكيد بكرة ان شاء الله هتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. أيوة. انا عاوزتي. ركز يا واد. ركز ركز. هو المهم التركيز ان شاء الله. يلا شاء يلا الله. يلا وريني عرض كتافك. طب حاضر. شاكين قوي. يا مروه اخسى عليكي، ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوسته. بس بصراحه انت 100 شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شويه اسئله محوراني كده، يعني ممكن بصراحه ولا تتضايقي؟ طيب فاكره زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى ومنو معيش نتجرأ شويه بقى، يعني ان شاء الله هقوله لك. بس انت هو يعني قبل جواز مناه ما كانش ليك اي علاقات؟ يعني مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل، اهلك قدموا لك واحد عادي يعني، ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، راحتي قلبي. عايز اقول لك يا مناه انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه وحياه ربنا، كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه ما حدش دسك عطاف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا منى. انت من اهلي يا حبيبي. انا على يمينك، اعمل نفسك شفتني بالصدفه. صباح الخير. اهلا استاذ مختار. اهلا بحبيبي. أنا يمكن تكون ثقتي فيك مش كاملة، بس أنا عندي أمل إنك تساعدني. وأنا تحت أمرك. أنا عايزة كل ورق المشروع اللي بيتعمل دلوقتي، وعايزة عقدي. يعني باختصار يا أستاذ مختار، أنا عايزة كل الورق اللي يكشفني. بس الوصول لورق زي دوت فعلاً مش سهل. المهم أنت موافق. أنا لو لقيت ورق يكشف مراد أو يطلعه حرامي أنا هسلمه لك، لأن ده حقك. ولو ما لقيتش؟ يبقى كأني ما سمعتش العرض من أساسه. ها قررت إيه؟ بكرة هقولك. ما تردي. كفاية بقى، لعلمك دي كانت ندى ومرضتش أقول قدام خالد. بتخافي قوي على مشاعر الناس؟ اللي بحبهم بس. محمد انا عارفه اني غلطت. يا ريت تكوني اتعلمتي حاجه بجد. محمد انا انت ايه؟
تجيب لي بوتاجاز. بوتاجاز؟ بوتاجاز؟ بوتاجاز استني. مراد عامل كارثه هنروح فيها انا وانتي وكوثر هانم والقريه. طب بالراحه بس فهمني بالراحه. مراد مزور عقود شراكه مع مؤسسات عالميه بحس المنتجع اللي بيعمله هنا، وسحب قروض جامده جدا من البنوك اللي هنا بضمان القريه والعقود دي. وبعدين مراد لو خد الفلوس دي وهرب بيها بره القريه هتضيع من كوثر هانم، وانا هتسجن. طب وانت هتتسجن ليه يا استاذ مختار؟ انا مسؤول الشؤون القانونيه، والعقود دي انا كنت مجهزها، بس مراد زور التوقعات اللي عليها. تالي عندي في حد هنا؟ خير. انا مش فاهم انتوا عايزين مننا ايه تاني. مش كده امال يا اولاد؟ مش كده. اتفضلي يا ندى، اتفضلي. انا مش جايه ادافع عن نفسي، كل اللي انا عايز اقوله ان نتسرق زيكم. اذا كان في حد بيضحك على التاني يبقى مراد اللي بيضحك علينا كلنا. الدوسيه ده فيه كل الورق اللي يثبت ان مراد حرام، ممكن تستخدموه عشان تدافعوا بيه عن نفسكم. فيه كمان العقد بتاعي، ممكن تقطعوه لو عايزين. ندى احنا ما حدش فيكم فهمني، او ما حدش فيكم عرفني بجد. حتى اللي انا كنت فاكره ان هو بيه، يعني ما حدش فيكم اداني فرصه اني ادافع فيها عن نفسي. يا ندى احنا كلنا حبيناكي، بس صدمتنا كانت جامده. ده ورق خطير جدا. عن اذنك استنى، رايحه فين؟ معلش اصل انا لازم اسافر عشان مختار يلحق يبلغ النائب العام. على فكره خالد مسافر. طب سافر. ايوه مسافر. مسافر معاكي مصر. طيب انا هحضر حاجتي واكلمك على الموبايل. طيب انت عارف هتعمل ايه مش كده؟ طب قول لهم يجهزوا لي المركب. لا مش دي، التانيه. برضه مقفول. انا كده قلقت جدا. ليه؟ هي مش قالت راح القرية تلم حاجتها؟ اه. امال انت قلقان من ايه؟ اروح لها؟ روح. تيجي؟ هاجي. طب الورق؟ ما تقلقش انا خبيته كويس. طب يلا بينا. كلم جو خليه يجيلي. حاضر. عقبال ما نغير هدومنا يا جماعة. بسرعة. خليفة؟ ايوه. بالظبط. ما تتفضلوا وتتغدوا معايا، اصل ما احبش اتغدى لوحدي. احنا مش جايين الضيف. هي ندى فين؟ وانت بتسال ليه عن ندى؟ انت عارف انا بسال ليه. هي فين؟ عموما احب اطمنك انها بخير، هي بس راحت تستعد علشان السفر. اصل انا وهي هنتجوز ونقضي الهاني مون بره مصر. هي ما قالتلكش ولا ايه؟ مكفوف بقى من الجنان اللي انت فيه ده. بقول لك ايه، هو فايل صغير هبعته للبوليس وهم هيوصلوك للنيابه. اه ده بالنسبة للورق اللي وصل لكم. دي كانت غلطة بتحصل في أي شركة كبيرة، وإحنا قدرنا نحدد مين الشخص اللي ورا الغلطة دي وصفينا حسابنا معاه. مختار ما أنتوا عارفينه. الدور الباقي بقى على الناس اللي لسه ما صفيناش حسابنا معاهم. لو ندى حصل لها حاجة هتدفع الثمن غالي جدا. يلا بينا يا أم حمزة. حبيبي أنت صعبان عليا، كل ده عشان بنت خسرت الرجالة. يلا يا أم حمزة. يلا يا أم حمزة.
سبع. الورق معايا. سبع. انت بتضيع وقت. طب سيبها وشوف. لقيت الورق ولا لسه؟ الورق اللي هنحبسك بيه مش كده؟ خالد برافو عليك. بقول لك يا خالد، لو يا حبيبي عايز تشوف ندى تاني، الورق اللي في ايدك ده يكون عندي في المينا قبل الساعة 2. سلام يا حبيبي. اتعامل معاه. الهدف غير واضح. الهدف غير واضح. انا مش محتاج اكتر من واحد فيكم بس. ندى ندى
ندى. فاضل اسبوعين على الفرح. صح يا منى، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منى طبعا، عشان انت مش فيه يعني. ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له منى وقوف. استنى، ناقص اسود نمر من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش سؤال يعني، طلعت فرانكفورت وصلت كله كاب خوجو الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك قلقان ليه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري انا اسف. يا منى طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا، كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر. يلا صباح حضرتك. اتفضل حضرتك. قول لي يا ولد. هو موتت. مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله الله يرحمه. امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني. بعدين يعني ادينا حو وكلاب. لو تقام لو تقام. نورتي مصر يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له، كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تيجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه، انا بقول لو حضرتك مستعجله الف واضع مطار. اخرس. حاضر يا تيتا. خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. بره ويا هاني. الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هاني. ابو البيت ما شاء الله. الله العمارة بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هاني. عايز اجتماع مع سكان العمارة في أسرع وقت. حاضر. سمعت كده؟ سمعت. سمعت. اتفضل كده حضرتك. يلا جوبل. اتفضل يا تيتا. اتفضل العمارة نورت. مصر كلها نورت. الله. أنت سايب التلفزيون مفتوح؟ أوعى كده. أوعى من قدامي. يا ابني ليه يا رؤوف؟ أنت ليك في العتاقي؟ ده هتبقى مذبحة يا شريف. مذبحة. ميزة مصر رؤوف. ماي جاد. جرايه يا موز. ما تدخلي مع صحباتي. اخس عليك يا فايم. دبل رعد. الست دي كدابة. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شوية. يا راوي هانم، الموضوع مش بالسهولة اللي انت فاكراها ديت. يلزم له أدلة وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ أصور؟ أصور إيه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. أنا مش منقولة من هنا إلا ما تدخلهم كلهم في التخشيبة وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راوية، أنتوا مش بتاخدوا في ألمانيا المواضيع ببساطة برضو؟ شو عرفك إن أنا كنت في ألمانيا؟ ما أنا والأستاذ رؤوف عشرة قديمة، قابلته في لجنة قبل كده هو وهو سايق عربية حضرتك. تبقى أنت اللي خبطت عربيتي. شكرا يا واحد الظابط، حضرتك جبت من الآخر بصراحة.
ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظابط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح، نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده، انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف خد دي وروح. أرجوك مش عايز أروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي، يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاع ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شؤون ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله يا تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجاجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حاضر يا تيتا، حاضر، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه يا تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تتهاوية تتهاوية. موتت. فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده؟ يا ابو ربيع، ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي. في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده. منظر مدفن ده يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا عمان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في ألمانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فوسع حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، أنا هاجي الأسبوع الجاي وهبص على المدفن، إذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري يا تيتا، بعد إذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. أنت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر يا تيتا. نجر. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي. اصل يا تيتا خرجت مش عارفه قاعد فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضي قوي يا منو. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول يعني. استني شويه يا منو. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منو، سوى مش هقدر بالك، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار، هتاكل نفسك وراها.
انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارف ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره، فاهم يا حيوان؟ تيتي سوري يعني، سوري اسف يعني. مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم، وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا ما نواك عنك ما تفح. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلت لك يا بهيره هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس بس ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم يا رؤوف. ما بعرفش انت تعمل. قوم يا رؤوف قوم. انت انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك فين البيانو ده؟ اهو فين؟ اه استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ عشان عندي صداع اساسا. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعة ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. اه ما تهميش ما تهميش، القعدة دي مش لجواز ولا بتاع، ده هما شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العدالة تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجأة يا فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قوم افضحك قدام ستي هي فكاكي شايفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل معاك ويخرب بكم. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقة تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه مخدرات؟ تتطور ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في الكلام، ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوائل من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يعني مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدودح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا يا تيتا، يلا يا تيتا، نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. ربنا ما حصل يا تيتا ربنا. ده انا تبيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا. هو مجرد تعارف تعارف يعني. اصل المناه دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ وريته الفتحه؟ انا وباين. من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. اوه وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، هو كمان الله يرحم الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا يا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم بيشتغل. انت حاضر يا تيتا. ابراهيم بيشتغل في الديكور يعني بيعملوا ديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا يا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس ان هيغمى عليا. يلا في 60 داهيه. تشك مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام لو تقام شويه كده ولا كده. انت مين؟ انت عايز ايه؟ مش مهم يا حبيبي انا مين. انت اللي جاي هنا تعمل ايه؟ دي ملكيه خاصه يا حبيبي.
بتفسح. جاي تتفسح يا حبيبي؟ طب انا هعلمك حاجه. بقولك ايه، انا مش عايزاكي تسافري بكره، احنا عندنا مهرجان مهم قوي. عشان خاطرك يا طنط. ميرسي مامي. ايه حبيبتي؟ انت ما سمعتيش صوت؟ عادي قوي، احنا حوالينا صحرا بره. اصل انا قلقانه قوي على مفيش حاجه يعني. طب بقولك ايه، روحي نامي بدري علشان بكره عندك يوم صعب قوي. اوكي اشوفكم بكره. اوكي يا حبيبتي، تاكلي تفاح. الو. ايوه نهى، سوري ان انا صحيتك. هو خالد رجع؟ طب بليز ممكن اول ما يرجع تقولي يكلمني. ماشي ميرسي، باي. ما توترناش بقى يا عم خالد، خلينا نعرف نشوف شغلنا. ما كانوش غرزتين دول. طمني بس على سندباد. يا دي سندباد بقيت دكتور بشر وبيطرى في نفس الوقت، عاجبك كده؟ يا اخي احمد ربنا، مش كفايه ان هو اللي جاب لي لحد هنا؟ الحمد لله. استنى بقى، استنى. الابره دي وجعاني جدا. اقول لك حاجه، عارف الابره دي؟ خدت بيها غرزتين لسندباد قبل ما اجي لك. بتهرج ولا بتعور؟ انت الوحيد يا اخي اللي بتحسسني ان الخيل اهم من بني ادمين. بس خلاص خلاص. سلامتك يا خالد. انا حتى ندى كلمتني عشان تطمن عليك. لا انا كويس الحمد لله، طمني هنا كويس. يا خلود، ما قلت لك يا عم لما السنارة تغمس بتبقى عايزة مسايسة، مش فتوانة. أهلا بيكم في أول سباق خيري للخيول في مارس العالم. يقوم برعاية هذا السباق الأستاذ مراد رجل الأعمال، وذلك لجمع تبرعات الأعمال الخيرية. المتسابق الأول مراد وفرص السباق. المتسابق الثاني ندى وفرص نظيفة. انت لسه ما حرمتش ولا ايه؟ هو احنا مش كل واحد فينا على حصان وراجل لراجل؟ ولا بيركبوا معاك؟ بس يا خساره هتخسر في الخيل؟ ما افتكرش. اراهنك بس لو خسرت تسيب هنا برضاك احسن لك. ما بحبش اراهن حد خسران. على الساده المتسابقين التوجه الى خط البدايه لمراجعه التعليمات. عشان سندباد اسرع وهيبقى اسرع وانت عليه. حر بس لو كسبت ما تبقاش تزعل. انا ياما كسبت، المهم انت. وبعدين انا وانت واحد ولا ايه؟ عندك حق. فكريني بعد السبق اقول لك حاجه مهمه. حاجه ايه؟ بعد السبق. لا بليز قول دلوقتي. بعد السبق. الساده المتسابقين، سيبدا السباق خلال 30 ثانيه، برجاء التواجد على خط البدايه.
هلو ايفريبادي، احب ارحب بيكم في المهرجان الخير الاول للخير. المهرجان ده يا جماعه معمول للخير. التبرعات اللي جت واللي لسه هتيجي هنساعد بيها ناس كتير قوي محتاجين. ميرسي، بس احب الفت نظركم لنقطه مهمه جدا. مش انا لوحدي اللي فكرت في المهرجان، انا معايا شريكتي وصديقتي سيده الاعمال ندى. يا ريت تتفضل. انا مش فاهم حاجه خالص. ده مراد اللي كان عايز يضحك عليا وياخد مني الارض. انا مش مصدقه. انا ما بعرفش قوي اتكلم في المواقف دي، بس all I need to say is a lot of people need help. يا ريت نحس ببعض اكتر ونعمل حاجات كتير للخير لان ده مهم. يلا بينا يا جماعه. هي البنات جرالها يا عم. يلا. ثانك يو ندى. ندى مش فاهمه انت عايزه مننا ايه بالظبط؟ كل الفيلم اللي انت عملته عشان حته ارض؟ ده ايه القرف ده؟ في ايه يا نهى؟ انا مش فاهمه حاجه. ما تستعبطيش بقى. انت ومرادنا ثبتوا علينا وحرقتوا الكوخ ودورتوا امدة عمي، انت فاهمه كل حاجه. ايه اللي بتقوليه ده يا نهى؟ يلا بينا يا نهى. خالد مش هتمشوا غير لما اعرف في ايه. اسمعي يا ندى، لو انت فاكره شراكتك هتملكك في الارض تبقي غلطانه. وانسى. ما تتكلم يا خالد، ساكت ليه؟ انا مش فاهمه حاجه، واول مره اعرف ان مراد ليه علاقه بالمشاكل بتاعتكم. مفيش حاجه يا نسا ندى. مش ندى برضو؟ ويا ريتنا ما نشوفكيش في كامب تاني، وفلوسك هترجع لك على فكره. خالد ما تسيبنيش وتمشي. انا حاسه اني جرحك بس مش عارفه ليه. معلش، محدش بيتجرح قوي إلا لما بيحب قوي. وحياة أميرة ولبنى وسميرة، وحياة أميرة ولبنى وسميرة ونادية واختها، وحياة أماني وسمر وناني، وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها. نركز يا جماعة، هنعلى بأميرة ونوطب أختها، أوكي؟ خدي اتصلي بيه، اتصلي أقول له إيه بس، أوعى أنت أوعى. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وحياة أماني وسمر وناني. ألو، أيوة يا نواف، كلهم موجودين، يعني هيروحوا فين؟ الشلة كلها. تيمور. نعم. تليفون. نواف. يا نواف، ما جيتيش ليه؟ مش فيه بروفة عشان الأغنية بتاعت بكرة؟ أنت مالك فيه؟ إيه ملخبطة ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي جروب قبل ما نشتغل. حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق يقعد على المصنع ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور، مش حرامي. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء، بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشان ده هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي ندور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو وانا ليسن تو مي. وحياة أماني وسمر وناني، وحياة أماني وسمر وناني.
تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجدة. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخليني انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلها. حاضر. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عزاء. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تكلناش. اتفضلي قبليهم يا بنتي. انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركت الدنيا بجملي بجملي تركت الدنيا بجملي يا بفره بفره بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في دلويسي غرق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صيب ارقص يا تانت ام نوال العينه. يا تنامي ترمطوبه يا تانت. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عملوا معروف الرمطوبه. اعتبروه مربوس. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هارم؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر؟ هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتطلع عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لحظة ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش فاهم. هم العقول يتعدي. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماش مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال تسرقونا؟ اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك ابو ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف يا بابا. سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا نستناك تحت. بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى عينك سيب البدله سنيه سنيه. مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبنا اضربها بره. اضربها بره عندك ده عندك ده. يلا بقى عندك. يلا راجل انت ما ناخدك لك وسر. يلا يا معفن يلا. كنت نفسك جايين على ابو العقد كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان اديلك عمولتك. الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعدنا يا عم في حته بقى عصبتنا. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول ان بشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان بشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت بشاندي. صدق هو بشاندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال. نوال يا بيه. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان بشاندي ضروري. بشاندي ايه بقى ده وقته؟ احنا مصدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا عمى يا عمى ايه مش في نقطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. صغير بيكبر. هنا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبت. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟
بتهرب علينا ليه؟ في حاجه؟ في حاجه، في كماجن بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه واحده كده، واحده. ايه يا تيموس؟ البنت دي تلزن. نفض لنفسك يا نفض. ايه في حاجه في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفه. ما تكبرش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البنت اتخطفت، البنت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وفاسين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. راح فين؟ راح فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد. تعالى بتعرضها ياض. انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكم ليه؟ يلا يا بسله اتفضل. يلا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه، انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. خد خطيبتك وروح، وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي. ياخدوك ايه ده؟ انت روحي افهملي، انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع بشندي؟ لا بشندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينا نمشي في الشارع ده. انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي.